بارك الله فيك، جزاك الله خير. اولا قبل سؤالين اعرف انه في بلادنا الاوسط الاعلام ضعيف، يعني اي بيت والله بيعرف مزمل فقيري وبيحب طريقتك وكده، يعني رساله الاعلام لو كان مكثفه كده وبتاع مسجد ده والميادين كل ما كان شال الناس. نحن نتمنى انك تعود في بلادنا ده ثاني وثاني وثاني ان شاء الله. سؤالي جزاك الله خير بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني انت كنت سببا لاذاعه هنا المناهل بتاع القران كفانا الله وشافه. لو كان نزل او نزل شيء هنا ده، نحن كاباء واجبنا شنو تجاه الطلبه الدار يقروا اشياء المخالفه ده؟ نحن كاباء ده سؤال طيب يا جماعه، جزاه الله خير. كاباء وكذلك كمدرسين برضه واساتذه في المدارس، لان المدرسين عندهم واجب عظيم، ينبهوا طلبة يشيلوا الكتاب بتاع القراية يفتحوا الصفحات اللي فيها غلط، ما الأساتذة بيعرفوا ده ما مجاله، بالذات إذا زول متفقه في الدين يقول لهم يا جماعة الكلام ده خطأ وده كفر وكده، يعني بدل ما يبقى القراية دايرة الطلبة يكفروا ويخشوا جهنم يبقى حملة مضادة ضده. أساتذتنا يوروا الطلبة يقول لهم المنهج ده هنا الصفحة دي كعبة والكلام ده كعب، والرد على الباطل ده كده والرد على الكفر ده كده، ده أفضل أسلوب يا جماعة. أما أسلوب المظاهرات والكسير ده غير ما جاب لنا البلاوي، البلاوي إن إحنا في هذه الجابة شنو غيره؟ ما بيعمل حاجة يا أخوان. لكن التوعية والتعليم والتبصير للناس هو ده اللي بودينا لقدام إن شاء الله تعالى. وإنتوا كآباء برضو في البيت يكون في ناس متعلمين في الأسر يوروا الطلبة إنه في المنهج ده فيه خطأ والحتة دي خطأ والقرآن قال كده والسنة قالت كده كده، سبحان الله بيبقى له خير بالمناسبة، لأنه الطالب يكون عرف الباطل وعرف شنو يا جماعة الحق الضد طوالي، ودي أقوى وسيلة. يعني بدل ما هم عملوا المنهج عشان يضيعوا أولادنا، نحن كمان نعمل حملة مضادة يبقى علم لأولادنا وتحذير لهم للشر. عشان كده حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أنا أسأل عن الشر، ليه؟ مخافة أن يدركني. فنحن نستخدم نفس الأسلوب، نعم، وزي المحاضرات اللي نحن عملناها دي وعملوها بعض الشيوخ المشايخ وكذا وربنا نفع بها. أنت ما تظن أن التوعية دي سهلة، دي أقوى حاجة بالمناسبة وأكثر حاجة محرقاهم ومغلغلة الشيوعيين والجمهوريين والملاحدة ديل هي التوعية دي. والحمد لله هم ما عندهم نشاط ذاته، لا بيقدر يسافروا كثير ولا بيقدر يتحركوا، الحمد لله الدعوة لا منتشرة أكثر من دعوتهم، ما عندهم حاجة ذاته. نعم.